لمزيد من التفاصيل حول الملف السوري ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة غازي عنتاب التركية العقيد فايز الأسمر. أهلا بكم سيادة العقيد. الله أهلا وسهلا بك. وردت أنباء عن نشوب اشتباكات بين قوات النظام وتنظيم الدولة في بادية السويداء، برأيكم ما دواعي هذه المواجهات في هذا التوقيت بالذات؟ طبعا تأتي اشتباكات النظام مع تنظيم داعش بعد انتهائه من معركة درعا والقنيطرة وسيطرته على الحدود الأردنية والحدود مع الجولان، وبعد انهاء تواجد تنظيم داعش في حوض اليرموك، وأثر العملية التي قام بها تنظيم داعش على مدينة السويداء والتي راح ضحيتها أكثر من 260 شخص، نعم، مع أسر 37 عنصر، أصبح لزاما على النظام وتحت الضغط أن يقوم بعمليات في تلك المنطقة. نعم، كيف تقيمون سير المعارك وما هي توقعاتكم لمآلاتها؟ يعني من الناحية العسكرية هي معركة خاسرة للتنظيم بجميع القياسات. احنا لدى قراءة الموقف وقراءة الخريطة نجد ان تنظيم داعش هو متقوقع في محيط منطقة التنف شرقي السويداء وشمال شرقي في جيب لا يتجاوز مساحته تقريبا 150 كيلومتر، اذا وهو محاصر من جميع الجهات. طبعا الفارق في نسبة القوى والوسائط سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها طيران النظام والطيران الروسي والمرافقة النارية والكثيفة واستخدام كافة أنواع الميليشيات من أجل الهجوم على هذا الجيب. بتصوري أن الجيب سيسقط يعني وما هي إلا مسألة أيام، لا إمدادات لدى التنظيم في هذه المنطقة، سيستهلك ويستنزف بمرور الأيام إن كان من حيث المؤن أو من حيث الذخيرة، وبالتالي ستضعف القدرة النارية على استمراريته، وسيطرة النظام أكيد على هذا الجيب مع كل هذه الفارق بنسبة القوى والوسائط. ما مدى ارتباط هجوم السويداء بفشل المفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم الدولة؟ سوريا الديمقراطية فشل مفاوضاتها مع تنظيم الدولة من أي ناحية يعني؟ ربما كان هناك حول هذه المنطقة بالذات حول الخوض المعارك؟ لا أتصور، يعني بعيد قصد عن هذه المنطقة، ولكنها أدلت بتصريح أنها مستعدة لمبادرة 37 مواطن من محافظة السويداء مع أسرى من داعش من قبلها، وأيضا أرادت أو صرحت من أجل كسب ود الروس بأنها ممكن أن تشارك في معارك التنظيم ضد التنظيم في جيب السويداء، الجيب الشمالي الشرقي في من البادية. فإذا هذا من أجل تحسين مواقفها، وخاصة أنها هي ليست مطمئنة للموقف الأمريكي دائما، يعني الأمريكان سيتركونها وحيدة وهي لا تريد أن تخسر كل تلك المناسبات أو الظروف التي تحسن من صورتها وتتودد إلى النظام الروسي فيها. نعم، في هذا السياق بالحديث عن علاقة قوات سوريا الديمقراطية بالولايات المتحدة، ما هي الأهداف الاستراتيجية لدعم واشنطن، كل من واشنطن والنظام، لقوات سوريا الديمقراطية؟ بداية قوات سوريا الديمقراطية لم تخرج من عباءة النظام في الثورة السورية نهائيا، نظام متمركز في مدينة القامشلي بجانب النظام، وإن كان في الحسكة أو في هذه المناطق، ولاحظنا وتقريركم يمكن أشار على حدوث اجتماعات في الفور سيزن ما بين قيادات عسكرية وسياسية للنظام وما بين وفد من قسد على رأسه إلهام أحمد والدار خليل، ودارت مباحثات حول إمكانية تسليم إن كان منطقة. طبعا النتائج لم تصدر وهي تمت تحت الطاولة ولا تسريبات، ولكن بالتأكيد أنه لولا وجود الأمريكان في الجزء الشمالي الشرقي ومنطقة الجزيرة والفرات ويمنعون قسد من الاستمرار أو التنازل وتسليم تلك المناطق لكانوا سلموها وسلموها منذ فترة طويلة وطويلة جدا. أشكرك جزيل الشكر العقيد العسكري فايز الأسمر، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة غازي عنتاب التركية.